أهلا بحضراتكم. بعض الناس بيعانوا من تقلب في المشاعر مع تغيير الفصول، خاصة مع دخول فصل الشتاء وبرودة الطقس وغروب الشمس مبكرا، ولكن نادرا لما يفكر الناس إن ممكن يكون في سبب علمي لتقلب المشاعر بالشكل ده، أو إن ده ممكن يكون بسبب مرض معين. لكن الأبحاث العلمية أكدت إن تقلب المشاعر مع تغير الفصول ممكن يكون مرض فعلا، واسم المرض ده هو اضطراب القلق الاجتماعي، وعادة بيحصل في أشهر الشتاء، وغالبا ما تبدأ الأعراض في أواخر الخريف، حيث تصبح الأيام أقصر ويصبح الطقس أكثر برودة ويستمر حتى الربيع أو الصيف. علشان نعرف إيه تفاصيل عن هذا الموضوع تحديدا، عن هذا المرض وأعراضه وطرق التغلب عليه، هيكون معانا الدكتور إبراهيم مجدي، أخصائي الأمراض النفسية والعصبية. أهلا بحضرتك يا دكتور، معانا على تلفزيون اليوم السابع. أهلا بسيادتك وبالسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. في البداية يا دكتور، يعني هل الاكتئاب الموسمي ده فعلا مرض؟ ده مرض وبيدرج تحت بنسميه كمان الاضطراب العاطفي الموسمي أو سيزونال افكتيف ديسوردر، وزي ما سيادتك تفضلت وقلت إن هو بيبدأ مع فصل الخريف يقل اكثر انتصارا مع فصل الخريف، لكن في ناس بيصيبهم برضه في فصل الصيف او في فصل الربيع. في فصل الخريف بيبدا الشخص يميل للعزله، يحس بانقباضه كده او حزن ملوش سبب معين، ابتدى ياكل كتير وابتدى يهتم بوزنه، النوم عنده في اكثر من النوم او قله في الطاقة، وتفضل الفترة دي مستمرة مع عمل الخريف لغاية ما يوصل لمثلا في لغاية ما يوصل لشهر والشتا كمان لغاية نص الشتا كده، ده بيتحسن ساعات على فبراير، يمكن يتحسن ساعات على ايه فبراير. طيب يا دكتور، هل هي دي بس الأعراض ولا في أعراض تانية ممكن هي أعراض الاكتئاب، الاكتئاب الأعراض الاكتئاب العادي، لكن بتبقى مرتبطه بفصول يعني بتبقى الاعراض بتبقى شامله الفصول، مش قادر اعمل حاجه، مش قادر اعمل النشاط اللي انا بقى عاوزه، النوم بركز باكل كتير، مش قادر اركز، حاسس بالياسه وحاسس بتأنيب الضمير، مش عايز اعيش، من مش عايز اعيش طول الوقت، حاسس اني تعبان، وهي دي اعراض الاكتئاب، هي دي اعراض الاكتئاب، بتبقى مستمره على طول اليوم وبتيره وبتزيد، قاعده كل شويه وتيرتها بتزيد مش بتقل. هل بتختلف من شخص لاخر؟ يعني هل هذه الاعراض بتتفاوت؟ يعني في ناس بيعدي عليهم الخريف ما يتاثروش ولا يحصل لهم هذا، وفي ناس اول ما يحصل الخريف يبتدي يقول لك ايوه انا ابتديت ابقى في تغير في مزاجي وابتديت ابقى حزين من غير سبب، بس مرتبط بتغير الجو، تغير الاضاءه، لان ان تغير الاضاءه بيأثر على هرمونات هم، يعني هي تفسيرها العلمي بتبقى تغير الاضاءه او الجو نفسه بيأثر على الهرمون اللي اسمه الميلاتونين اللي مسؤول عن النوم وتحسين النوم، وهرمون السيروتونين اللي بيبقى مسؤول عن المزاج وعن الاحساس بالسعادة، هذا فتغير الضوء أو تغير الجو في حد ذاته أو الغيام أو وقوع الشجر وأوراق الشجر والجو والتقلبات المناخية اللي بتبقى موجودة في فصل الخريف دي بتأثر على الشخص. طيب يا دكتور، المقدر يربط القصة دي الحالة المزاجية للشخص عن طريق كل برج يعني والبرج الآخر، هل الكلام ده فعلا علمي؟ ما عندنا، لا لو تفسير العلمي لا ما عندناش، احنا ما بنربطش في الطب النفسي بالأبراج، بنربطه أكتر بالإيه؟ بالتغيرات الكيميائية في المخ يعني. تمام. طيب والحالة دي بتمتد لفترة زمنية قد إيه؟ يعني لو واحد جاله اكتئاب ممكن تستمر زي ما قلت لحضرتك، تستمر من أول الخريف اللي هو بيبدأ من سبتمبر لغاية تفضل مكملة لغاية معايا لغاية فبراير أو مارس.
طيب هل في أسباب معينة لده؟ هل توصلتوا للأسباب تغيرات في كلها؟ كيمياء المخ مرتبطة بتغير درجة الإضاءة أو درجة الضوء، التقلبات المناخية نفسها أو الطقس نفسه. إحنا عارفين إن الخريف من الشهور بيبقى فيها تقلبات مناخية، الصبح حر، بالليل برد، فكل ده بيتأثر على الكيمياء. المخ والجسم مرتبط، المخ مرتبط بالجسم أو مرتبط بكل ما يدور حواليه بيتأثر، فبتأثر كده المخ، هرمونات السعادة وهرمونات النوم زي ما ذكرت لك. طيب يا دكتور، المشاهدين دلوقتي يهمهم يعني يعرفوا ايه الطرق العلاج الخاصة بهذا في المرض تحديدا. علاج دوائي زي مضادات الاكتئاب العادية، أو في علاج بالضوء. دلوقتي بيبقى فيه أجهزة كده بتصدر نوع معين من الإضاءة، بيصفط الشخص اللي بيتعرض ليها، بنسميه اللايت ثيرابي، وده موجود. الأجهزة دي موجودة بتتباع في أماكن معينة، يا إما بنلجأ للدواء يا إما بنلجأ لهرمون طبيعي زي هرمون الميلاتونين، بناخد جرعات من الميلاتونين موجود، يا إما في فواكه معينة أنا زي الموز، زي الكيوي، زي الأناناس، أو فواكه زي البرتقال، عصير البرتقال، أو في حاجات بتبقى عوامل مساعدة بتقلل من حدة هذه الأعراض. الشوكولاتة برضو، الشوكولاتة الغامقة، المشي، ان انا ابتدي اتمشى، فالمشي ده بيزود هرمونات الاندورفين زي هرمونات الطاقه. كل الحاجات دي بتبقى عوامل مساعده. يبقى لو مش عايزين ادويه او خايفين من الادويه، بيبقى عندنا حاجات طبيعيه او اللايف ستايل بتاع او اسلوب الحياه بتاعي، ما بين رياضه، ما بين احاول ابحث عن اماكن فيها شمس او حرارة، ابحث عن اماكن فيها خضره واقعد. طيب هل الموضوع ده يستدعي زيارة لطبيب نفسي ولا الموضوع لا لو يستدعي؟ زادت حدة الأعراض وصلت إلى فقدان الرغبة في الحياة أو عدم القدرة على النزول أو التفاعل، بيستدعي اللجوء لطبيب نفسي. تمام دكتور إبراهيم مجدي، أخصائي الأمراض النفسية والعصبية، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا بالعفو على تواجدك معنا على تلفزيون بالعفو. اليوم السابع. شكرا لكم. مستمرين في تغطية إخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع. شكرا جزيلا لحضرتك.